بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أرحب بزوار موقع ريادة المستويات ومتابعين على اليوتيوب في الجزء الثالث من هذه السلسلة للتباري في الرياضيات. الغرض من هذه السلسلة هو تطوير مستوى التلاميذ، وكذلك جعل التلاميذ يفكرون بطريقة أخرى في حل التمارين. كما أشير إلى أن هذه السلسلة موجهة لتلاميذ ابتداء من مستوى الثالث إعدادي، كما أطلب منكم أن تشاركوا الفيديو على وسائل النطاق لكي تنتشر هذه الفيديوهات ولكي تعم الفائدة، وكذلك الضغط على زر الإعجاب إن أعجبتكم الفكرة، وكذلك التسجيل في القناة. إذا نبدأ على بركة الله بالسؤال الثالث، وهو بين أن واحد على إكس زائد واحد على إكس أكبر ويساوي جوج على جذر مربع إكس إكس، علما أن إكس وإكس عددين حقيقيين موجبين قطعا. علاش موجبين؟ موجبين باش ما يكونش اكس يغراك سالب، لان داخل الجذر يجب ان يكون موجبا قطعا، يعني ما كيساويش صفر. اذا لكي نبين هذه المتفاوتات سنستعمل العلاقات التاليه. اذا العلاقه الاولى وهي المتطابقه اما الثانيه، ا ناقص ب الكل سي 2 تساوي ا سي 2 ناقص 2 ا بي زائد بي سي 2. ثم هذه القاعده في درس الجذر المربع، جذر ا في جذر بي تساوي جذر مربع ا بي. كذلك ا على ب الكل سي 2 كتساوي ا سي 2 على بي سي 2، او بصفه عامه ا على ب الكل اس ان تساوي ا اس ان على بي اس ان. وكذلك هذه القاعدة، دائما مربع أي عدد هو عدد موجب، أو إكس أس 4 دائما موجب، إكس أس 6 دائما موجب. إذا كان الأس زوجيا فإن إكس أس أن عدد زوجي هو دائما موجب. أما إذا كان هنا عدد فردي، الأس فرديا 3 أو 5 أو 7 فيتعلق بإكس، إذا كان إكس موجب فسوف يبقى موجب، إذا كان إكس سالب فسوف يبقى سالبا. أما في حالة الأس زوجي فإن إكس أس 2 دائما موجب مهما كان إكس. واضح؟ إذا نبدأ على بركة الله بالتحليل البسيط. أولا، بما أن مربع أي عدد، مربع أي عدد هو عدد موجب، فإنني يمكن أن أكتب هذه العلاقة، واحد على جذر إكس ناقص واحد على جذر إيكغراك، الكل أس 2 هو عدد موجب. وضعت إكس داخل الجذر لدي الحق، لماذا؟ لأن العددين موجبين. واضح؟ وكذلك جذر إكس في المقام موجبين قطعا، يعني يخالف صفر، إذا لدي الحق في كتابة هذه الكتابة. وبما أن الأس زوجي هنا عدد، والأس زوجي إذا 100% هذا العدد موجب، أكبر أو يساوي الصفر كما تشاهدون. واضح؟ وهنا سوف نستعمل المتطابقة هامة التالية وننشر هذا التعبير. إذا يساوي واحد على إكس كل أس 2 ناقص 2 في واحد على إكس في واحد على إكس زائد واحد على إكس كل أس 2 كما تشاهدون. واضح؟ إذا قمت باستعمال هذه المتطابقة في نشر هذا التعبير، وتركت أكبر أو يساوي صفر كما هي. والآن أقوم ببعض الحسابات البسيطة باستعمال هذه القاعدة. هنا واحد على جذر إكس الكل أس 2 هي واحد أس 2 على جذر إكس أس 2، وهنا كذلك عندما يكون لدينا جذاء نضرب 2 في واحد في واحد، وجذر إكس في جذر إيكغراك، وهنا كذلك واحد أس 2 على جذر إيكغراك أس 2. إذا نقوم فقط بحساب هذه الأعداد، إذا فنحصل على ما يلي. إذا كما تشاهدون، واحد أس 2 على جذر إكس أس 2 ناقص 2 على جذر إكس في جذر إيكغراك زائد واحد أس 2 على جذر إكس أس 2. وواحد أس 2 هي واحد، كذلك جذر إكس أس 2 هي إكس، لماذا؟ لأنه أس 2 تحت في الجذر، وهنا جذر إكس في جذر إيكغراك نستعمل هذه القاعدة تصبح جذر إكس إيكغراك. إذا وهنا واحد على إيكغراك كذلك، إذا كما تلاحظون. نأخذ هذا العدد ونضعه على اليمين، أو نضيف مقابل هذا العدد إلى الطرفين، فتصبح ناقص 2 على اكس اكس يصبح من هذه الجهه زائد 2 على اكس جذر اكس اكس كما تلاحظون. يعني 1 على اكس زائد 1 على اكس اكبر او يساوي 2 على جذر اكس اكس. اذا نقوم بتحويل هذا العدد الى هذه الجهه وتتغير اشارته، او نضيف مقابله الى الطرفين. واضح؟ اذا قمنا بتبيان هذه العلاقه بكل بساطه وبكل سهوله. إذا دائما يجب أن تفكر جيدا في أي تمرين يعطى لك، لأنه إذا فكرت فسوف تجد الحل بعدة طرق. وكالعادة أقدر عليكم في الأخير هذا السؤال للبحث. إذا أو بعددان حقيقيان موجبان قارن 2 جذر أبي وأ زائد بي. إذا تحياتي ونلتقي في فيديو آخر بحول الله.